طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مشاهدين تلفزيون حضرموت الفضائي، ساعة إخبارية جديدة نستهلها لكم بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يبارك تحرير مديرية بيحان من سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية. مناقشة سير العمليات القتالية وآليات التنسيق والتعاون مع القوات المشتركة. المتحدث باسم قوات التحالف يعلن عن انطلاق عملية حرية اليمن السعيد. وكيل حضرموت للشؤون الفنية يسلم 14 قاربا مع محركاتها لصيادي مديرية برميفع. من العناوين إلى التفاصيل أهلا بكم. نبدأ أخبار النشرة برئيس الجمهورية، إذ بارك فخامة الرئيس المشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تحرير مديريات بيحان وسيلان بيحان وعينة من سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية. وخلال اتصال هاتفي مع محافظ شبوة عوض ابن الوزير العولقي، هنأ فخامة الرئيس محافظ شبوة ومن خلاله إلى أبناء المحافظة واليمن عموما بتحرير مديريات بيحان من سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، وذلك عن طريق تحرير اليمن كاملا من هذه الفئة المتمردة، مشيدا بالبطولات التي سطرها أبطال العمالقة والمقاومة والجيش والتضحيات الجسيمة التي قدموها لتحقيق هذه الانتصارات الكبيرة، والتفاف أبناء محافظة شبوة مع هذه الجهود لتلخيص محافظتهم من الميليشيا الحوثية. وثمن فخامة الرئيس دعم ومساندة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لعملية تحرير بيحان. واستمع رئيس الجمهورية من محافظ شبوة إلى شرح حول جهود السلطة المحلية لتفعيل العمل التنفيذي وتطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات، مؤكدا في الوقت نفسه دعمه المستمر لبناء المحافظة وأجهزتها المختلفة وتطويرها. وفيما يخص سير العمليات القتالية، ناقش وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي بمأرب مع قائد قوات الدعم والإسناد السعودي للقوات اليمنية اللواء الركن يوسف الشهراني سير العمليات القتالية على امتداد مسرح العمليات بحضور محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز. وركز اللقاء على آليات التنسيق والتعاون بين القوات المسلحة وقيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في المعركة المشتركة ضد ميليشيات الحوثي الإيرانية، الانتصارات الكبيرة التي تحققها قوات الجيش والألوية وألوية العمالقة بمساندة التحالف في جبهات محافظة شبوة ومأرب. وجدد وزير الدفاع الشكر والعرفان جهود التحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في المعركة العروبية للدفاع عن الأمن القومي المشترك ضد المخططات التوسعية الفارسية. وبارك القادة الانتصارات والتقدمات التي يحرزها أبطال الجيش والمقاومة وألوية العمالقة في شبوة والبيضاء، منوهين بالالتفاف الوطني والعروبي في هذه المواجهة الوجودية للتصدي للتهديدات المتربصة بالأمن القومي وأطماع فرض الهيمنة على المنطقة. إلى محافظة شبوة، حيث أعلن المحافظ عوض محمد العولقي تحرير مديرية عين من فلول ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران وتطهير كامل تراب المحافظة منها عقب استكمال تحرير مديرية بيحان وعسيلان وعين من جحافلها. وثمن المحافظ العولقي هذه الانتصارات التي تحققت بتضحيات الأبطال الصناديد من قوات العمالقة والجيش والمقاومة ومشاركة جوية فاعلة من طيران التحالف العربي لدعم الشرعية، منوها بأهميتها الاستراتيجية على طريق استكمال مشروع محاربة الانقلاب الحوثي والقضاء عليه. وحيا محافظ شبوة جسارة الأبطال المقاتلين وشجاعتهم المنتسبي قوات العمالقة والجيش ورجال المقاومة الشعبية في صناعة هذه الانتصارات العظيمة. أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن
العميد الركن تركي المالكي عن انطلاق عملية حرية اليمن السعيدة في كافة المحاور والجبهات القتالية. وأوضح المالكي في المؤتمر الصحفي المشترك مع محافظ شبوة عوض العولقي المنعقد في مدينة عتق إن عملية حرية اليمن السعيد ليست عملية عسكرية بالمعنى العسكري البحت الذي هو الحرب، ولكنها تهدف إلى نقل اليمن إلى مرحلة النمو والازدهار، مشيرا إلى الركائز الأساسية لهذه العملية العسكرية الحاسمة التي ستنقل اليمن بعد تطهيره إلى رحاب التنمية والرخاء والازدهار، مؤكدا أن اليمن بلد التاريخ والثقافة والحضارة يستحق الحياة الكريمة ولديه الكثير من المقومات التي لم تستغل بعد. وعبر المالكي عن سعادته لمشاركة أبناء محافظة شبوة أفراحهم بتحرير كامل تراب المحافظة من الميليشيا الحوثية، مشيدا بتضحيات أبناء المحافظة وقوات الجيش الوطني والهوية العمالقة والمقاومة في تحقيق الانتصارات وتحرير المحافظة من الميليشيا، معبرا عن الشكر للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة على ما قدموه من دعم ومساندة لمعارك تحرير شبوة. نبقى في وادي حضرموت، إذ ناقش وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري مع اللجنة الأهلية بمنطقة بور في مديرية سيون أهم احتياجات المنطقة من المرافق الخدمية. وأكد الوكيل الكثيري حرص السلطة المحلية على تفعيل دور اللجان الأهلية التي تسهم في إطلاع السلطة المحلية باحتياجات الأولية للمجتمع. هذا واستعرضت اللجنة سبل التغلب على الإشكاليات التي تواجه اعتماد المشاريع التي تخدم المجتمع. وفي القطاع السمكي في ساحل حضرموت دشن وكيل محافظة حضرموت لشؤون الفنية المهندس أمين برزيق المرحلة الأولى من مشروع إنعاش سبل كسب العيش وبناء القدرات لصغار الصيادين من أرباب الأسر الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ومؤسسة تنمية القيادات الشابة. وأشار الوكيل بارزيغ إلى دور السلطة المحلية في جانب القطاع السمكي من خلال دعم الصيادين وحل مشاكلهم والعوائق المختلفة التي تواجههم، مؤكدا اهتمام السلطة بهذا القطاع بشكل أساسي لما له من أهمية كبيرة ونسبة من العاملين فيه من أبناء المحافظة. ويشمل المشروع تسليم 14 قاربا ومحركا لعدد 14 صيادا أسرة مستفيدة من مديرية برميفع. وتتضمن المرحلة الثانية توزيع 36 قاربا ومحركا تتوزع خلال أسبوعين على المستفيدين في المديريات الأخرى. وفي مجال التدريب والسلامة المهنية اختتمت بمدينة سيئون ورشة تدريب المقاولين والاستشاريين ومسؤولية السلامة المهنية، نفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية ومشروع الأشغال العامة بتمويل من الاتحاد الأوروبي. الورشة تناولت متطلبات الحماية البيئية والاجتماعية والصحية والسلامة المهنية ونظام المتابعة عن بعد باستخدام الموبايل. أشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي بالتدخلات النوعية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في القطاع التعليمي وكثير من القطاعات الحيوية الأخرى، معبرا عن أمله باستمرار التدخلات في المناطق المستهدفة. افتتح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام محمد السعيدي بمدينة سيئون مركز صبايا للتدريب والتأهيل. وتعرف وكيل المحافظة المساعد بحضور رئيسي اللجنة الوطنية للمرأة واتحاد النساء اليمن بوادي حضرموت نجاح الحبشي وفاطمة النوبي خلال جولتهم في أقسام المركز ومرافقه إلى شرح من رئيسة المركز إيمان الحبشي حول الخدمات المختلفة التي سيقدمها المركز للقطاع النسوي. أشاد الوكيل السعيدي بمثل هذه المبادرات المجتمعية التي تؤسس للمشاريع الصغيرة والأصغر بما يسهم في توفير دخل للسيدات من خلال تدريبهن في عدة مجالات تخدم الكادر النسوي وترفع من كفاءة العمل وجودة الإنتاج. رياضيا، افتتح الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبد رب هشلة وأكلاء المحافظة أحمد الدغاري وناصر القماشي وسالم الأحمدي مقر نادي التضامن الرياضي بمدينة عتق. المقر تم افتتاحه بعد إعادة ترميمه بتكلفة إجمالية تقدر بـ10 ملايين ريال بتمويل من صندوق النشء والشباب.
وأكد هشله حرص السلطة المحلية لتطوير القطاع الرياضي ودعمه بما يسهم في تطوير النشاطات الرياضية والشبابية في المحافظة. تعزيزا لروح التعاون، سير أبناء مديرية الرضوم بمحافظة شبوة قافلة مساعدات غذائية متنوعة لدعم المقاتلين من الأبطال ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بمديرية بيحان. القافلة تضم مساعدات غذائية ومياه معدنية وأدوية وإسعافات أولية. أشاد الوكيل المساعد للمحافظة سالم النسي بمدارة أبناء رضوم في تسيير القافلة التي سيكون لها دور معنوي للأبطال المقاتلين من قوات العمالقة والجيش والمقاومة، لافتا إلى أن هذه القافلة تعبر عن مظاهر التفاف أبناء المحافظة مع الأبطال في الجبهات ودعمهم اللامحدود لهم. افتتح وكيل محافظة شبوة المساعد فهد الطوصلي ومعه المدير العام لمكتب التربية والتعليم بالمحافظة سالم حنش المعرض العلمي والثقافي والتراثي الذي أقامته مدرسة بلقيس للتعليم الأساسي والثانوي للبنات بمدينة عتق مركز المحافظة. المعرض ضم العديد من الابتكارات العلمية والفنية لطالبات المدرسة وعدد من التجارب العلمية والمجسمات وأدوات الموروث الشعبي المختلفة. وأعرب الوكيل المساعد للمحافظة عن إعجابه بما شاهده في المعرض من محتويات متنوعة وجميلة، وكذا ما يتميز به المعرض من تنظيم يعبر عن القدرات والمواهب الإبداعية للطالبات بالمدرسة. ناقش الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر مع مالكي محطة تعبئة مياه التحلية بمدينة الغيضة آلية توحيد سعر الماء وفق ضوابط معينة. وخلال اللقاء عبر نيمر عن شكره لجهود مالكي المحطات والتزامهم بالمواصفات الفنية المطلوبة. هذا وخرج اللقاء بتشكيل لجنة تضم ممثلين للمكاتب المختصة ولمالكي محطات التحلية لتحديد كلفة المياه ونسبة الربح واعتماد تسعيرة موحدة. رأس وكيل أول محافظة المهرة مختار الجعفري اجتماعا ضم مديري العموم لمكاتب الصحة العامة والسكان لمناقشة الوضع الصحي بالمحافظة والعمل على معالجة أهم الإشكاليات الماثلة. واطلع الوكيل الجعفري خلال الاجتماع على الموازنة العامة الخاصة بالقطاع الصحي الكادر العامل فيه، مشيدا بجهود الجيش الأبيض المبذولة في مواجهة كائحة كوفيد-19، مؤكدا دعم السلطة المحلية للقطاع الصحي للارتقاء بمستوى خدماته وتطويرها وتحسين أداء المستشفيات لخدمة المواطنين. تسود مدن ساحل حضرموت أجواء غائمة جزئيا ورياح هادئة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة دافئة نهارا إلى معتدلة ليلا. وفي أرياف الساحل والهضبة الجنوبية أجواء صحوة بوجه عام مع تفرق لبعض السحب المنخفضة ورياح معتدلة السرعة ودرجات الحرارة معتدلة نهارا إلى باردة ليلا، فيما تشهد مناطق وادي وصحراء حضرموت والهضبة الشمالية أجواء صحوة جافة بوجه عام رياح معتدلة السرعة تنشط على فترات من الظهيرة ودرجات الحرارة معتدلة نهارا إلى باردة ليلا. الآن إلى حالة الطقس.
أعزائي المشاهدين، الآن إليكم تذكيرا بأبرز أنباء هذه النشرة. رئيس الجمهورية يبارك تحرير مديريات بيحان من سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية. مناقشة سير العمليات القتالية وآليات التنسيق والتعاون مع القوات المشتركة. المتحدث باسم قوات التحالف يعلن عن انطلاق عملية حرية اليمن السعيد. وكيل حضرموت للشؤون الفنية يسلم 14 قاربا مع محركاتها لصيادي مديرية بروميفا. ولمتابعة نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة مواقعنا على وسائل التواصل الاجتماعي تلفزيون حضرموت تي في. حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.